إذن مشاهدين، كما نتابع الآن مع حضراتكم على الشاشة، تبدأ قمة برلين بشأن الأزمة الليبية، كما نتابع وجود دولي كبير في هذا المؤتمر. والجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في هذه القمة حول ليبيا، والتي تبدأ أعمالها بعد لحظات، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. أيضا الكثير بالذكر أن في هذه القمة يشارك ممثلون عن الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. في ذات السياق أيضا نتحدث هنا عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتي كشفت عن بند خاص بوقف إطلاق النار وإطلاق عملية حل الأزمة الليبية، وأيضا حظر توريد الأسلحة. ما زلنا حتى هذه اللحظة نتابع مع حضراتكم هذا الفيديو الحي واللقطات الحية من مقر انعقاد المؤتمر، كما نتابع الآن على الشاشة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا تظهر المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. هذه اللقطات هي لقطات منذ لحظات، وتبدأ مع حضراتكم قمة برلين حول الأزمة الليبية بعد لحظات.